اكتسبت الشهرة في وقت مبكر من مسيرتها بفوزها على بطل موي تاي، مشهور لأسباب مختلفة اخفت هويتها الحقيقية، وتقيم نفسها كمقاتل موثوق، بذلت جهودا لتصوير نفسها كرجل للدفاع عن نفسها من مخاطر سوث تاون. تعمل في مطعم لامور وكحارس شخصي لمستر بيج. تدخل في بطولة كوف مع آمال للفوز بجوائز مالية لدفع ثمن عملية جراحية يحتاجها شقيقها الأصغر جان لاستخدام ساقيه. تفاجأت برؤية جان يمشي على قدميه. كل من ريو وروبرت دفعا ثمن العملية شكرا لمساعدتها في إيجاد يوري بعد ضياعها قبل البطولة تفتح بارها الخاصة إلوبن في إنجلترا، ومن ثم سوث تاون، وتستأجر نادلتين تدعيان سالي وإليزابيث لمساعدتها. لها صلة كبيرة بالنبيذ الجيد وتحب لعب البلياردو. ينجذب ريو لها لكنها لا تقترف له.